لو شيء بسيط بلش به راح يكبر هذا الشيء. طلعنا نزحنا ورا التهجير ب 2014، طلعنا من الحويجة إلى تركيا، وبتركيا طلعنا على مشاريع، إنه مشاريع المرطبات، مشاريع الحلويات، مشاريع كل هاي المشاريع اللي تتاهلها مدينة بيجي، إنه مدينة بيجي اليوم تفتقر لهذا الشيء. الحمد لله والشكر قدرنا إنه نستطيع نتعلم هذا المشروع حتى نفيد أهالي بيجي، نفيد المدينة، نطورها، ناسها، أهلها، كيف هذا المشروع، لأنه هذا المشروع اليوم العوائل تفتقر لهذا الشيء، يعني تطلع عائلة تفتار تي تاكل المواطن طيبة المرتبة، الأزبري، العصائر، الكريب، الكيك، البقلاوة، كل هاي الأمور. فإحنا اليوم هذا المشروع أتمنى كل شخص كل شاب كل إنسان طيب إنه اليوم يتعلم هذا المشروع ويطلع على هاي المشاريع الجيدة، ويكون هذا المشروع هو فاتحة طيبة لهالي بيجي. أول بداية المشروع بتركه، وقدرت إنه أكسب ثقة الناس، من بعدها فتحت بتكريت، من تكريت هم كسبت ثقة الناس الحمد لله والشكر. بعدها رجعت إلى مدينة بيجي وشفناها إنه بيجي تحتاج لهذا الشيء، رجعنا لمدينة بيجي ولقينا إنه مدينة بيجي تستاهل لهذا الشيء، فالحمد لله والشكر فتحنا بداية المشروع في مكاننا الأول بحي العصري، ولنا كبداية صعوبة في إقبال الناس على المشروع، بس الحمد لله والشكر بعد ما العالم ضاقت الطعام وشافت الشغل الحلو والمرتب، فالعالم أقبلت، نعم ما شاء الله حركة بيجي حلوة ومرتبة ومشروع وحركة تجارية قوية، الحمد لله والشكر. اللي تميزنا به انه النظافة، هاي كبداية الامر كله، النظافة، الطعم الطيب، مخافة رب العالمين انه اليوم العائلة تيجي علينا تلقى كل شيء حلو ومرتب وطيب، فهذا الشيء نعمة الحمد لله والشكر اللي تميزنا به. انصح الشباب اليوم انه انت شكو فكرة ببالك حققها، ولا تستهين به، لو شيء بسيط بلش به راح يكبر هذا الشيء. اذا اشتغلت بشيء صح وربك وفقك بهذا الشيء صح انه انت جاي بنية سليمة، فان شاء الله راح يكبر لك هذا المشروع، فلا تستهان، ابد لا تستهان.